بسم الله الرحمن الرحيم. حل في R المتراجحة التالية 9 إكس أس 2 زائد 2 إكس زائد 1 على 9 أكبر قطعا من صفر. إذن قبل حل هذه المتراجحة لا بد من تحديد إشارة ثلاثية الحدود اللي هي 9 إكس أس 2 زائد 2 إكس زائد 1 على 9. هذه ثلاثية الحدود، هذا الحد الأول، هذا الحد الثاني، وهذا الحد الثالث. ولذلك علينا حل هذه المعادلة، ضروري من حل هذه المعادلة من الدرجة الثانية. انظروا x أس 2 فهي معادلة من الدرجة الثانية، لا بد من حل هذه المعادلة من الدرجة الثانية لتحديد الإشارة. بالنسبة لهذه المعادلة من الدرجة الثانية نحسب دلتا المميز. دلتا يساوي b أس 2 ناقص 4 في a في c، يعني ب أس 2 ناقص 4 أصي. أ هو 9، ب هو 2، سي هو 1 على 9. إذا نعوض ب أس 2 تصبح 2 أس 2 ناقص 4 في 9 في السي اللي هي 1 على 9. إذا نعوض ب هو 2، ب أس 2 هو 2 أس 2 ناقص 4 في أ في السي. 2 أس 2 هي 4 ناقص، انظروا 9 في 1 على 9، عدد في مقلوبه يساوي 1. 9 في 1 على 9 هي 1، إذن ناقص 4 في 1 هي ناقص 4، إذن 4 ناقص 4، 4 ناقص 4، فدلتا يساوي 0. عندما يكون المميز يساوي 0 يعني لدينا حل واحد، هذا الحل هو x نسميه x يساوي ناقص b على 2 a. نعود ب هو 2، إذا ناقص ب هو ناقص 2 على 2 أ، 2 في 9 اللي هي 18، نقسم هنا على 2 ونقسم البسط على 2 ونقسم المقام على 2، يعني اختزال. فهذا الحل هو ناقص 1 على 9، يعني هذا ناقص 1 على 9 هو الذي يجعل الحدودية ثلاثية الحدود منعدمة. يعني إذا عوضت هذا إكس هذا المجهول بناقص 1 على 9 سوف نجد 0. إذا لدينا عدد واحد من R هو ناقص 1 على 9 الذي تنعدم بها ثلاثية الحدود. الآن نرسم جدول الإشارات. إذا لدينا X ثلاثية الحدود ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. إذا ناقص 1 على 9 هو الذي يجعل ثلاثية الحدود تساوي 0. ولدينا دلتا يساوي 0، هذا المميز كيساوي 0، فإشارة الحدودية هو إشارة A. الحدودية إشارتها هو إشارة أ. انظروا أ هو 9، أ 9 موجب، إذن فإشارتها موجبة، لكن ناقص 1 على 9 تنعدم عنده هذه ثلاثية الحدود. نعود إلى السؤال. حل في R المتراجحة التالية 9 إكس أس 2 زائد 2 إكس زائد 1 على 9 أكبر قطعا من صفر. أكبر قطعا من صفر يعني هنا في هذا المجال من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص 1 على 9، وفي هذا المجال اللي هو ناقص 1 على 9 زائد ما لا نهاية، لكن لدينا أكبر قطعا من صفر فنستثني ناقص 1 على 9، لأن ناقص 1 على 9 يجعل الحدودية ثلاثية الحدود تساوي صفر، نستثني. إذا الحلول هي من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص 1 على 9، ولكن مجال مفتوح لا ندخله، اتحاد ناقص 1 على 9 زائد ما لا نهاية، ولا ندخل هذا ناقص 1 على 9. إذا الحلول هي إس تساوي من دائما ناقص ما لا نهاية مفتوح زائد ما لا نهاية مفتوح. إذا من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص 1 على 9 ولكن مفتوح، يعني هذا لا اتحاد، لأن لدينا مجالين، هذا المجال وهذا المجال. إذا اتحاد ناقص 1 على 9 زائد ما لا نهاية، ولا ندخل زائد ما لا نهاية. مثلا لو كان هنا لدينا أكبر من أو يساوي صفر، في هذه الحالة ناقص 1 على 9 سيصبح ضمن الحلول، وسيكون لدينا الحل هو إس يساوي ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، يعني هو R. المهم أكبر قطعا من صفر هذا هو الحل، أو ببساطة هذا هو الحل، هو R جميع الأعداد الحقيقية ناقص ناقص 1 على 9، يعني جميع الأعداد الحقيقية ما عدا هذا العدد. لو جاء في السؤال مثلا حل في R هذه المتراجحة ولكن أصغر قطعا من صفر، نعكس هذا الرمز، أصغر قطعا من صفر هكذا، فالإشارة دائما موجبة لهذه ثلاثية الحدود، ليس لدينا سالب، فهذه
متراجحة أصغر قطعة من صفر ليس لاحا، يعني إس هي مجموعة فارغة نكتب صفر ونشطب عليه. هذا إذا كان العكس، إذا كانت هكذا فمجموعة الحلول مستحيلة لا تقبل أي حل. بالنسبة لهذا الحل، هذه ثلاثية الحدود متى تكون أكبر قطعا من صفر في هذا المجال وفي هذا المجال، يعني اتحادهما ناقص واحد على تسعة لا، لأننا نقول قطعا أكبر قطعا من صفر. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.